كالله اليوم السابع. ربنا لما خلق الإنسان بهذا الشكل قال أنا عاوز أحط له امتحان، لازم الامتحان، يا يعيش تحت البركة يا يعيش بعيد عن الايه؟ عن البركة، يا تعجبه الحياة اللي أنا عملتها له يا ينفر منها ويبعد عنها. في سؤال فلسفي هقوله لكم بس هبسطه عليكم قوي علشان ما تنزعجوش من الفلسفة. لماذا سمح الله لآدم أن يسقط مع أنه كان يعلم أنه سيخطئ؟ السؤال ده بيتسأل، اسألوه لكم أنا علشان عيالكم يمكن بتوع ثانوي بيسألوه لكم وما تعرفوش تجاوبوا عليه. أبابا ليه ربنا سمح لآدم يقع؟ ده ما عارف إن هو هيقع، قال لا يقع ليه؟ الرد على هذا رد بسيط جدا، وهو أن الله خلق الإنسان على صورته، خلقه على صورته في الحرية. خدوا بالكم، في الحرية، في القداسة، في إمكانية الخلق والإبداع. هذه حكاية سورة الله، الحرية، الإرادة، نطق العقل، إمكانية القداسة، إمكانية الإبداع، هذه معنى سورة الله. الحرية تعني أن لك موقفين تختار منهم إيه؟ واحد، مش كده؟ يعني افرض إن إحنا قفلنا الأبواب دي كلها وخلينا الباب ده مفتوح وقلت لكم أنتوا أحرار اطلعوا من أي حتة، تبقوا أحرار؟ مفيش أحرار ما قدامكمش إلا إيه؟ إلا ده. إنما إحنا عاوزين نطلع الناس من أي حتة، قوم نيجي نفتح الأبواب كلهم ونقول لأي واحد يحب يطلع من أي حتة، واحد ياخد الباب ده، واحد ياخد الباب ده، واحد ياخد الباب ده، حر. الله خلق الإنسان حرا وقال له خذ اللي أنت عاوزه، الموقف اللي أنت عاوزه، يا تمشي تحت إرادتي ومشيئتي، يا تقف وتعصاني. أنا عجبني قولي لطاغور الشاعر الهندي، قال عنه إني أحب الله لأنه أعطاني القدرة على أن أنكره. إني أحب الله لأنه أعطاني القدرة أن أنكره، أقدر أقف كده وأقول ربنا مش موجود. لأن لو كان ربنا عمل إن كل واحد يقف يقول ربنا مش موجود يروح منزل عليه نار ويحرقه، يبقى الإنسان مش حر. إنما تعالوا اتفرجوا النهاردة، ياما كتب إلحادية نازلة في البلاد ويضحكوا على ده، في أولاد بيعلموهم في المدارس المدرسين ويقولوا لهم الخرافة التي تدعى الله، الخرافة، تصوروا ناس ملحدين وربنا سايبهم، والراجل اللي اسمه جاجارين لما طلع فوق وقال لنا ان ربنا مش موجود مش كده، وقال انا دورت عليه ما لقيتوش سابه. والكتب اللي بتتكتب الإلحادية ويقولوا زي جان بول سارتر ولا شوبنهاور ولا نيتشه ولا كل الفلاسفه الالحاديين دول يكتبوا كتابات ضد ربنا، والواحد يشوف الكتاب ويقراه وبص لربنا كده ويقول له يا من انت حليم يا رب، سايب الناس دي ازاي؟ ارجع تاني للجمله اللي قالها طاغور، اني احب الله لانه اعطاني الحريه انني اقدر ان ايه؟ ان انكره. يعني معناها عندي أقدر أقول وأقدر أقول إيه؟ لا. فالإنسان خلق عنده هذه الحرية، فعمل له ربنا الامتحان عشان ينقي الموقف اللي عاوزه. فلما كان يقول نعم كان متمتعا ببركة الطبيعة وببركة خلقته وببركة اليوم السابع، ولكنه عندما قال لا حرم من كل بركة، حرم من بركة الطبيعة ومن بركة خلقته ومن بركة اليوم السابع. وهذا هو الإنسان الشقي الذي سقط على الأرض. ملعونة هي الأرض بسببك يا آدم، شوكا وحسكا تربت لك وبعرق وجهك تأكل خبزا. فين يا رب ده انت خلقتنا ولقيت الطبيعة حلوة وقلت له كل واتمتع؟ قال لك لا،
لأنه قال لا، أجرة الخطية موت. ما دام قال لا يبقى لازم ياخد أجرتها، وأجرتها إن الأرض اللي كانت مفروض إنها تفرحه تتعبه وتشقيه، ولا تزال إلى الآن الأرض بتشقي الإنسان. يخبط بالفاس فيها تطلع له نجيل، يقعد يحط البذرة تطلع له نجيل، وتطلع له حشائش، وتطلع له شوك، ويقعد ينقي فيها. يا عيني شوف الفلاح بيعمل ايه، وينقي الدودة، وينقي مش عارف ايه. شوف الفلاحين شكلهم هنا. ده انا فخور النهاردة بسأل الأسيس وبقول له مال في العدد يعني مش ضخم قوي قوي قوي. قال لي الفلاحين شقيانين اليومين دول في الغيط، طول النهار في القصب اللي لسه ما طلعش، وفي الفول اللي لسه بيطبعوه، وفي القمح اللي لسه ما كملش. فلا لا شقيانين شقيانين. هذا هو الإنسان الجسدي، هذا هو الإنسان ابن آدم الذي لم يحيا في النعمة، حرم من بركة الطبيعة، وحرم من بركة خلقته، وحرم من بركة اليوم السابع، حرم من علاقته مع الرب في الشركة، وحرم من علاقته مع نفسه في الألفة والوحدة، وحرم في علاقته مع الآخر. عارفين في علاقته مع حواء يقول الكتاب المقدس ايه؟ اتفرجوا على الجملة، اتفرجوا على الجملة اللي حصل. إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود ايه عليك. خدوا بالكم من الجملة الثانية، إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. العلاقات بقت علاقات وحشة، علاقات استعمار. أول استعمار عرفه الإنسان هو الاستعمار اللي حصل بعد الخطيئة على طول، بقى الراجل يستعمر المرأة، يسود عليها، عنده عضلات جامدة، إيده شديدة، ساعة لما تقول له لأ يروح خبطها القلم، يروح موقعها على طول. شوف استعباد في الدول الاستعمار، حاجة وحشة أوي، يسود عليها. وكمان أكثر من كده أنه يستطيع أن يسيطر عليها بأشياء كثيرة جدا، هو اللي بيأكلها، وهو اللي بيلبسها، وهو وهو، ويقدر كجسدي كترابي يستخدم هذا في السيطرة، زي الدول الكبرى لما بتسيطر على الدول الصغرى. وأنا عرفت أن في قرى ملاوي ما يحبوش يعلموا البيت عشان الاستعمار، يحب الرجل يستعمر المرأة. وأنا بنعمة المسيح هقعد وراكم لما أحرر بناتكم من الاستعمار بتاعكم، أحررهم من الذل بتاع الجهل اللي انتوا عاوزين تخلوا فيه. تبقى البنت في القرى بتاعتنا تيجي لغاية الابتدائية وما تكملش، وأبوها يقول لها يا بنت ما تكمليش يا بنت. ليه؟ حرام عليك. ده النهاردة البنات بياخدوا دكتوراه في مصر وانت بنتك تذلها عشان تقعد في البيت، عشان تمشي لك ورا الجاموسة، علشان خاطر البنت تبقى بائسة تعيش تستنى العريس اللي يجي لها. وأول ما توصل لسن 13-14 سنة يركب أمها حاجة اسمها عاوز أجوز البنت. البنت هتبور يا سيدنا، البنت هتبور يا سيدنا، البنت هتبور يا سيدنا. الحق يا ست، البنت لسه عيلة عمرها. لا يا سيدنا لا يا سيدنا، وتجري ورا البنت، وفي الآخر تدور لها على واحد أي ما كان. وأول ما يجي يقول لها أنا عاوز البنت تزارغة، نفرح بيها ونفرح بيه. تلزيق تلزيق، وياخدوا لها الحكايه دي عارفين ايه، يوم يومين اسبوع اسبوعين، والتلزيق اللي بالسمج التعبان ده يقع، ونبص نلقى البنت وقامت وبتقول يسقط الاستعمار يا سيدنا، انا متضايقه من الذل بتاع حماتي يا سيدنا. والراجل يقول انا قرفان من عشتي، لانه ليس هناك علاقه الحب والالفه. خلق الله الإنسان عشان يعيش مع امرأته على مستوى المحبة، هي هو واحد. تقولوا لي طب امال في الإكليل القسيس بيقول وكانت سارة تقول لإبراهيم يا سيدي. عارف سارة اللي بتقول لإبراهيم يا سيدي؟ هحط جنبها حتة عشان تعرفوا ليه كانت بتقول يا سيدي.
يقول لك ولما ماتت سارة أخذ إبراهيم يندبها ويبكي عليها. يبقى بيحبها ولا ما بيحبهاش؟ ده مش بيحبها بس، ده بيموت فيها. واحد عمره فوق الثمانين ولا ايه، ومراته تموت وهو عجز وهي عجزت، ولما تموت يقعد يندب فيها، يندب عليها حب شديد جدا جدا، لأن العشرة عشرة المحبة. ده تقول له يا سيدي وتاج راسي، لأن هو كمان بيقول لها يا ستي وتاج راسي. هو يحبها جدا وحطتها على راسه، فهي بتقول له كمان وأنا أحطك على راسي. المرأة تحب زوجها وتقول له يا سيدي إن أحب الرجل امرأته وبذل ذاته لأجلها. إنه ست في العالم تكره جوزها اللي بيحبها واللي بيبذل حياته ليها؟ في حد ممكن كده؟ مش ممكن يا أولاد. ده تفرح بجوزها وتقول له أيها الزوج العزيز أنت كل شيء في حياتي، أنت وأولادك، وأنا الشغل خدامة ليك. وهو يقول لها أنت خدامة؟ ده أنت ست وتاج راسي، ده أنت الهدية اللي ربنا أعطاني إياها في هذا البيت. وهي كل ما يبذل حياته من أجلها هي تبذل حياتها من أجله. يطلعوا الأولاد يشوفوا الراجل المحب ويشوفوا الزوجة المطيعة الوديعة. هذا هو البيت المسيحي، وهذه هي العلاقة. يا أولادي إذا سمعتم في أي بيت من البيوت أن الراجل بيضرب مراته، اعرفوا أنه آدم وأنها حواء. وإن سمعتم أن رجل يحب زوجته حبا شديدا فاعرفوا أنه هذا الرجل هو ابن المسيح وهي ابنة المسيح، وقد انتفت العلاقة بين آدم الأول وارتبطت العلاقة بآدم الثاني في يسوع المسيح. يقول بولس الرسول في رسالته إلى كولوسي: ليس ذكر ولا أنثى ولا بربري ولا سكيسي ولا عبد ولا حر، بل الكل في الكل. يسوع هو الكل في الكل، خلاص انتهت. ما فيش المرأة الحق التي يقول الكتاب عنها هو يسود عليك وأنت تسعين وراءه وتشتهينه وتجري وراءه. انتهت الحكاية دي، لا هي تجري وراء الراجل سواء تشتهيه أو تديله مقلب، ما هي تجري وراءه تشتهيه يتديله مقلب، ولا الراجل أيضا يكون سببا في السيطرة. آخر حاجة عاوز أقولها أن الأرض لعنت كما قال الكتاب: ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك. صنع الله لهم أقمصة من جلد وأخرجهم من الجنة، وأوقف كاروبيم وله سيف من إيه؟ من لهيب. هذه هي نهاية المأساة بتاعت آدم يا أولاد. آدم في حياته هذه هي مأساته، وآدي خطيته، وآدي العقوبة بتاعته. صنع له أقمصة من الجلد، لأنه لما كان عريان كان مكسب النعمة ما كانش شايف، وبعدين لما اتكشف ليه عورته وفقد البساطة أصبح لازم يلبس. عشان كده عاوز أنبه هنا النهاردة إلى أهمية الملبس، وخصوصا إحنا في الصيف، وهتيجي حكاية الموضة والصيف وملابس الصيف. أود جدا أنكم تاخدوا بالكم من الحكاية دي. في خطة الله أن لابد للمرأة والرجل أن يلبس. يلبس هو طبعا صنع لهم أقمصة ليستر عورتهم. إيه معنى أن الله صنع لهم أقمصة؟ معناها إن الجسد بتاع الإنسان بعد الخطية أصبح معسر. الجسد أصبح إيه؟ معسر. فإذا أنا كشفت جسدي إلى أخي أو إلى أختي فجسدي يعسره، وجسدها أيضا يعسرني. يوم أن يلتقي إنسان عار مع إنسان آخر عار سواء رجل أو امرأة، لا يكون هناك لا تفكير ولا روحيات. وعشان كده القبائل البدائية الهمجية اللي عايشين عريانين لا يستطيعوا
لا أن يفكروا تفكيرا عميقا ولا يتقدموا روحيا، لأن الجسد بيمنعه. متى يستطيع الإنسان أن يصنع الحضارة؟ يوم أن يغطي جسده. ولذلك أول ما الإنسان عرف يغطي جسده صحيح ابتدى يكون الحضارة بتاعته. فهناك علاقة بين حضارة الإنسان وما بين الملبس. عندما أغطي جسدي وتغطي جسدك ألتقي معك فكريا وألتقي معك روحيا، ولكن إن تعريت فلا أستطيع أن ألتقي معك لا فكريا ولا روحيا. لذلك احترسوا لأولادكم وبناتكم إنهم يجي الصيف والبنت تلبس ملابس خليعة، تلبس المايكرو، تلبس الجابونيزي مش عارف ايه ولا ايه ده اللي هو عريان فيه البتاع، وجسمها عاري وتمشي في شوارع ملوي وتبص تلقى جسمها عاري ومكشوف. تقول لي طب وماله يا سيدنا لما تلبس كده؟ اقول لك شوف، لو احنا عندنا البساطة بتوع زمان قبل السقوط تلبس، ويمكن ما تلبس خالص. مرة واحد يقول لي قال لي هو الانسان مش خلق عاريا؟ قلت له قال لي طيب ليه ما نرجعش الى الانسان في طبيعته الاولى ونمشي عريانين؟ قلت له انا معاك صح، بس في حاجه واحده انا موافق عليها، هل انت وانا اذا عشنا عريانين ما نخزاش من بعض؟ قلت له ايه رايك من ان كل واحد لما هيمشي عريان هيخجل من اخيه؟ لان البساطه الاولى انتهت واصبحت هناك معرفه الشر قبل معرفه الخير. لذلك أوصيكم في مرحلة الصيف بالذات أن يكون هناك اهتمام شديد بالحشمة. الحشمة في الملابس ليست أمرا بوليسيا، الكنيسة ليست مخفر شرطة ولا قسم بوليس تقف أمام الناس وتقول هذا خطأ وهذا صح، إطلاقا هذا ليس المقصود. ولن تسمعوا مني إطلاقا أني سوف أعطي مدل للملابس وأقول أن المرأة يجب أن تلبس إلى مرحلة كذا وإلى مرحلة كذا، إطلاقا إطلاقا. ولكن الكنيسة لها تعليم عن موضوع الحشمة، وهو أن المرأة تلبس ما تشعر أنه لا يعسر أخاها، من أجل المحبة، من أجل أخوك الضعيف الذي عندما يرى جسدك يحترق ويسقط في الخطية. إن نار جهنم سوف تحرق جسدك أيتها المرأة التي تعسرين أخاك، وإن جهنم سوف يكون فيها الزنا وسيكون فيها الناس الذين أعثروا الآخرين. وما أقوله على المرأة أقوله أيضا على الرجل. فالرجل الذي يستعرض نفسه كالمرأة التي تستعرض نفسها، قد تستعرض المرأة نفسها بجسدها أو بملابسها أو بوجهها أو بمساحيقها أو بأي شيء آخر، والرجل قد يستعرض نفسه بكلامه وبعضلاته وبجسده وبفتونته وبشيء من ذكوريته، هذه أيضا نوع من الاستعراض. ولكن الإنسان الروحي ده بيقول بولس الرسول المرأة تلبس حشمة والرجال لا يجادلون، ما يسرسلون ما يكلمون ما يناقشون. شو تصور قد ايه؟ يعني ممكن الرجل يستعرض نفسه بالمناقشة. مرة واحد من الشبان قال لي اسكت، ده أنا مسكت شلة من الشلة من الأولاد بتوع نهائي جامعة وقعدت أناقشهم أناقشهم لغاية ما زنقتهم في كورنر، وأول ما زنقتهم في الكورنر قعدت أناقشهم محدش عرف يجاوب على أي سؤال من الإجابة. وبعدين بص لي كده قال لي إيه رأيك بقى يا ضوء يا أستاذ؟ شفت؟ زلتهم زلته. هذا يعسر إخوته لأنه يستعرض رجولته بإمكانيات الذكورة التي عنده، كالمرأة التي تستعرض أنوثتها بالإمكانيات التي عندها. أما المسيحي المؤمن التقي القديس الذي لا يستعرض حياته لا بذكورته ولا بأنوثته، المرأة إن تلامست مع المسيح يصير فيها حياة داخلية، سر داخلي لا تريد إطلاقاً أن تستعرض الخارج، بل على العكس تحتشم، لأن الداخل جواهر. كيف تترك جسدها عرضة للعيون الناهئة التي تنظر يميناً ويساراً؟
إن الجسد قد تقدس بالروح القدس وصار هيكلا غاليا جدا فيه السر الإلهي، فتحتفظ به غاليا إلى يوم مجيء الله. والرجل أيضا إن أعطاه الله حكمة وعقلا لا يستعرض ذكاءه أمام الناس، بل يتضع أمام الآخرين ويحتمل غباوة الآخرين. ويأتي يوم من الأيام عندما يأتي الرب يسوع في مجده ومجد أبيه، سوف يعلن الداخل سواء للرجال أو النساء ويقول: هؤلاء من أجلي احتفظوا بالجواهر الداخلية، سوف أضيئها وسوف أعلنها أمام الملائكة، ويتمجد اسم الله في قديسيه سواء في الرجال أو في النساء. بارك الله العالم، وبارك الله آدم، وبارك الله اليوم السابع، ليبارككم الرب في هذا اليوم أيضا ويعطيكم نعمة فوق نعمة. لربنا المجد والكرام إلى الأبد. في دراستنا لسفر التكوين ونحن ندرس شخصية آدم، عندما يطالعنا الإصحاح الأول من سفر التكوين نجد أن هناك ثلاثة نواحي للبركة أعطاها الله في هذا الإصحاح: بارك الله العالم، وبارك الله آدم، وبارك الله اليوم السابع. نمسك بارك الله العالم. العالم يا أولادي الذي خلقه الله في الجنة قال عنه أنه حسن، كل حاجة عملها ربنا قال عليها حلوة حسنة، ما عملش حاجة وحشة أبدا. كل ما يعمل حاجة ربنا ويبصلها كده يقول جميلة حلوة حلوة خالص. الله فنان مبدع، الله مهندس رائع، الله خالق عنده القدرة على الإبداع في الخلق في الخلق. زي انتوا لما تيجوا تلقوا واحد فنان والريشة بتاعته حلوة جدا، يرسم الصورة تطلع روعة، تبص للصورة تقول الله الله، إنك تتذكر الله في كل شيء حسن. مرة في واحد فنان عمل صورة اسمه ميخائيل أنجلو، كان في كنيسة سانت بيتر بتاع بطرس الرسول في روما اللي هي لغاية دلوقتي موجودة بتاعة الفاتيكان، وكان متشعلق على السقالات وقعد أيام طويلة يرسم صورة العشاء الرباني. فبعد ما رسمها، شوف الروعة بتاعت الفنان، رسم السيد المسيح والتلاميذ وبعدين رسم يهوذا. خدوا بالكم إنه هو على السقالة ومعاه المساعد بتاعه، وبعد ما رسم يهوذا تصوروا من إبداع الصورة أن الذي رسمها تصور أن يهوذا حي فعلا وخائن فعلا، فبدأ يقاوم هذا الخائن وعاوز يضربه وهو في الحيطة وهو رسم. فالمساعد بتاعه وهو جنبه راح جايب حتة طينة وراح لاطش بيها شكل يهوذا علشان يفوق ميخائيل أنجلو من الروعة بتاعت الفن اللي عمله، لأنه لقى أنه هيقع من السقالة وهيموت من مجرد أنه شاف شكل يهوذا الذي أبدعه ميخائيل أنجلو على القبة بتاعت سانت بيتر. واحد بيرسم حاجة ومن شدة الإبداع لقاها حية قدامه، فكم بالحري الله الذي يخلق ويبدع، فكم يكون الأشياء التي عملها. قال الله ليكن نور فكان نور، قال الله ليكن جلد فكان جلد وسماه سماء، قال الله لنفصل المية عن الأرض فصارت المياه بحارا والأرض سماها يابسة، اليابسة صارت أرضا. في حتة علمية مهمة جدا لازم أجاوب لكم عليها، إزاي ربنا في الأول خالص بيقول ليكن نور فكان نور، وبعدين يجي في اليوم الرابع يقول عمل الشمس والقمر والنجوم؟ ده سؤال هقوله تاني. السؤال ده ازاي ربنا في الاول خالص في بداية الخلقة قال ليكن ايه نور فكان نور،
وبعدين يجي في اليوم الرابع يقول لك خلق او اوجد الشمس والقمر والايه والنجوم. شوفوا الرد على السؤال ده علشان مهم، لانه ممكن يجي لك واحد ملحد او واحد شيوعي ويسالك هذا السؤال، يقول لك تعالى شوف الكتاب عندكم ملخبط اهو، فقبل ما يخلق اي حاجه قال ليكن نور فكان نور. طب ازاي اليوم الرابع جاب الشمس؟ طب ما احنا عارفين ان الشمس هي مصدر النور. شوف الاجابه على السؤال ده ايه. الاجابه على هذا السؤال هي ان الله قال ليكن نور، بمعنى ان السديم الاعظم اي جميع الكتله الملتهبه الناريه تستطيع ان تلقي بنورها فتصنع نورا ثم تحجب نورها فيصير ايه ظلاما. ولكن في اليوم الرابع جاب من السديم ده وعمل شكل منه الشمس والقمر والنجوم، زي ما تقول واحدة عملت العجين وبعدين بعد ما عملت العجين ابتدت تعمل منه أقراص وفطاير ومرحرح ومنطط ومشتت ومش عارف ايه وايه وايه. بتعمل ايه ده كله ده؟ قال لك من العجين. طب وده كله جه منين؟ قال لك من كله من مادة ايه واحدة. معلش انا بشرح كده عشان في بعض الستات ما يفهموش الا بالطريقه دي فما تزعلوش. فدلوقتي الكتله الناريه الملتهبه وجدت قبل اليوم الرابع، ولكن تنظيمها كان في اليوم الرابع. ده الرد على السؤال بتاع كيف وجدت الشمس في اليوم الرابع بينما كان هناك نور في الاول قبل بدايه خلقة الأيام. بارك الله العالم. حتى يا أولادي بعد ما العالم سقط في الخطيئة وسقطنا نحن وأسقطنا العالم في الخطيئة، العالم مبارك من الله. ولذلك أولاد الله الروحيين لا يكرهون العالم، لا يكرهون العالم، بل يحبون العالم ويمجدون الله الذي في العالم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الإنسان الروحي لا يكره العالم. أنا كنت النهاردة في فهور، وبعدين رحت طلعت في قصر هور في دير أبو غانة، وطلعنا في الصحراء شفنا الجبل شفنا الدير، وتذكرت دير الأنبا بشوي وتذكرت الجمال بتاع الطبيعة. يمكن إحنا لما بنقعد في ملاوي هنا هو ويطلع علينا العفار بتاع العربيات ودوشة المواصلات، ولولا هنا ما فيش دوشة مواصلات زي مصر، يعني بعد عنكم مصر بقت حاجة وحشة قوي. كل ما الواحد يمشي في مصر ويشوف الدوشة بتاعتها يقول يا بخت بتوع ملاوي، وبتوع ملاوي بيقولوا يا بخت بتوع مصر، بوجع الدماغ كل واحد أو عايش في ايه حتته وبيحسد الناس على ايه على الحتة بتاعته. إنما الحقيقة الإنسان الذي يعيش في حياة روحية يفرح بالطبيعة وبجمال الطبيعة ويقول صحيح يا جمال هذه الحياة، الرمل الحلو والهواء الجميل المنعش والخضرة الجميلة. صدقوني يا أولادي، أنا مرة كنت راكب القطر ورايح اسكندرية ألقي محاضرة في الكليركية، وشفت الغيطان بتاعت الدلتا، لقيت في غيط واحد 6 أو 8 أنواع لون أخضر، ده غير ده غير ده غير ده غير ده، لون الأخضر لوحده عديته كده، ده زرع لونه كده وده لونه وده لونه، لون واحد وكذا لون. قلت يا سلام، ده يمكن الفنان اللي قاعد يشتغل بالكيمياء في المعمل ما يقدرش يعمل 8 تلوان للون بتاع الأزرق، 8 درجات. إله السماء خلق الطبيعة فأبدعها وخلقها لك أيها المؤمن لتبارك اسم الله. كل صبحية تصبح تفتح الشباك يطلع الهواء الحلو، تشوف الشمس الجميلة، يا ريتك تقول لك المجد يا رب لك الشكر وتتمتع بهذه الحاجات. تقول الله يسوع إلهي خلق لي الحاجات دي كلها ليه؟ مش تفتح الشباك وانت متنرفز من أول الصبحية كده وتقول ايه عيشة تقرف وحياة تقرف ويبقى ودنيا ومش عارف ايه والعيال مش عارف ايه والمذاكرة عارف لما تعمل كده لا هتشوف جمال ولا هتشوف بركة ولا هتشوف حاجة، لأن القلب من جوه إيه مضلل
زي واحدة حط على عينيها نظارة سودة أو 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 وبتبص، أو واحد حاطط نظارة سودة فظيعة وبيبص للطبيعة يلقى كل الناس إيه؟ سود. واحد يحط بقى نظارة بيضة يعمل إيه؟ يلاقوا حلو الجو. أنا أحب أن تنظروا إلى الطبيعة بنظارة بيضاء، لأن الله خلق الطبيعة وبارك. نمسك آدم بقى، يقول لك الكتاب أنه أتى به من الأرض من التراب ونفخ فيه فصار إيه؟ إنسانا حيا، كائنا حيا. خدوا بالكم إن الله بارك الإنسان وخلقه، ويقول الكتاب ورأى الله أن آدم في خلقته حسن جدا، اداله درجة جيد جدا، بينما ادى للطبيعة درجة جيد، إنما للإنسان جيد جدا، حاجة ممتازة. ليه؟ لأن الإنسان يجمع في نفسه كلا الطبيعتين، الطبيعة الروحية والطبيعة المادية، التراب والسماء. الإنسان عالم مصغر يجمع في شخصيته كل الكون بكافة عناصره، فيه النبات وفيه الحيوان وفيه الله أيضا. فالإنسان عالم عجيب، لا يمكن أن يوجد في الأرض كلها مثل الإنسان. الإنسان يختلف عن الحيوان ويختلف عن الملائكة. يختلف عن الحيوان أن الحيوان طبيعة مادية بس، طبيعة مادية، تشوف الجاموسة في الغيط شوية إيه؟ شوية بتاع دي أنسجة، أنسجة بتاعة اللحم بتاعتها وشوية عظم وشوية حاجات زي كده. تعال اتبعها كده علشان الفقراء بتوع العيد، تلقى العجل ولا أي حاجة، نزل ويسلخوه ياكل ولا في أي حاجة، نفسه في دمه. أول ما نزل شوية الدم انتهى، مادة ترابه بس. الملاك روح فقط، ولكن الإنسان فيه الروحيات وفيه الماديات، يجمع العالمين في شخصه. الحيوان ليس له علاقات اجتماعية، ما سمعناش على ان في حيوان راح يزور حيوان ويقول له ازاي صحتك ان شاء الله تكون بخير وانا جاي اسال عليك واسال على الست وعلى الحاجه دي. اديكم ضحكتوا ليه؟ لانها حاجه لا يمكن انها تحصل، ما عندوش حاجه اسمها الحياه الاجتماعيه. ولا الملاك ايضا عنده الاشياء التي مثلنا زي الامور الماديه، انه يعزم واحد على مائده ويقعد معاه وياكل وياه، ما عندوش الحاجات دي. الانسان عنده البعد الداخلي وعنده البعد الخارجي، فيه العالم الداخلي وفيه العالم الخارجي. يدخل إلى الداخل فيجد سر الله العجيب في الصلاة، في الفن، في عالم الموسيقى الذي يبدعه، في الاختراعات التي يخترعها، فيه من الداخل عالم، عالم عجيب، عالم جبار. يسمونه الحياة الباطنية، الحياة الداخلية، هذا يتمتع به الإنسان، ويتمتع أيضا بالحياة الاجتماعية. يقدر مع الحياة الداخلية يعمل حياة اجتماعية، يقابل الناس ويقعد وياهم ويتكلم وياهم ويعمل موائد ويعمل اتصالات ويعمل زيارات ويعمل حفلات ويعمل مؤتمرات. فيه البعد الخارجي وفيه البعد الداخلي. الله خلق الإنسان وباركه ورأى أنه حسن جدا. أحب يا أولادي أنكم عن نقطة دي تقدروا إنسانية الإنسان. أنا لما بشوف أي إنسان، فلاح، دكتور، واحد أستاذ في الجامعة، أنا ما ببصش لوظيفته ولا لثقافته، زي ما ببص أول ما بشوف وشه كده للحتة اللي أنا بحكي لكم عليها دي، أنه مخلوق على صورة الله، فيه الإبداع الذي لا يمكن أن تجده لا في الملاك ولا في الحيوان. لذلك عندما تقابل أخوك الإنسان احترمه مهما كانت شخصية الذي أمامك، لأنه إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله.
بارك الله العالم وبارك الله الايه الانسان. في حته في الانسان كمان بجانب الحاجات اللي قلتها دي، انه خلقه انسان زوجي. خلقه انسان ايه؟ زوجي. يعني اول ما خلقه يقول الكتاب وخلق الله ادم خلقه ذكرا وانثى، مع ان ما كانش حواء جات لسه، ولكن الله عندما خلق الانسان خلقه انسانا ايه؟ زوجيا. كان الله راى في ادم، راى فيه مين؟ حواء. راى فيه الذكوره وراى فيه الانوثه. انتوا فاهميني ولا انا بتكلم كلام صح؟ ماشي ماشي يعني الكلام؟ طيب. يعني ايه راى فيه الذكوره وراى فيه الانوثه؟ يعني ان الله راى ان الانسان لا يكتمل الا اذا كانت الذكوره والانوثه في وحده الايه؟ واحده. تقولي طيب ما حواء جت بعد كده اهو، هقول لك معلش هو طلعها منه صحيح ولكنها كانت فيه. لذلك الانسان مخلوق زوجي. عشان كده لما بيحدث سر الزيجه زي ما مكتوب في الاصحاح الثاني من سفر التكوين بعد ما خلق له حواء، بص ادم ليها كده وقال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي سميت امراه لانها من امرئ اخذت. وبعدين يقول الكتاب لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هقف عندي شويه دي، الحته دي مهمه شويه في الانسان، وفي حاجات في ملاوي هنا عاوز نصلحها. ايه اللي تتصلح في ملاوي؟ ان هنا ما بيعترفوش بعمليه الاستقلال الزوجي. يعني الواد ابنك عاوز يتجوز، الاب او الام يقولوا يا نهاري الواد عاوز يتجوز قال، ويطلع من البيت ويعمل لي اخويا شقه لوحده. طب وماله؟ انا بس انا في ايام في الاشكالات بتاعت الاحوال الشخصيه دي، وما اجي اقول للولد انت قاعد مع امك ليه؟ يقول لي يا سيدنا انا اقدر اسيب امي؟ ده انا لو سبتها تجي لها زبحة. شوفوا تصور قد ايه؟ شوفوا التعلق البراج الكبير، جنبه بتاعه عمره 30 سنة ولا بتاع، وأمه لسه ما اتفطمتش ايه؟ ما اتفطمتش منه. أمه ما اتفطمتش منه لغاية دلوقتي. يقول لي ما أقدرش. أقول له طيب ما مراتك تعبانة وحاجات زي دي. يقول لي كمان أقول لك يا سيدنا حاجة، ده احنا لو استقلينا وعملنا بيت يقولوا علينا ايه؟ يقول الواد طلع على حل شعره، ويقولوا 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 ويقولوا. لا يريد الناس في بلادنا هذه ان يعترفوا بهذه الايه. اعترفوا بها لو سمحت. يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. انا هعمل زي المدرس وحفظها لكم ان شاء الله. ولو معايا اترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. لذلك يا احبائي لما يجي ابنك عاوز يتجوز اديله فرصه انه يعيش ايه؟ حياه مستقله. يصح ان ظروف الحياه الايام دي صعبه، مش قادر يلقى شقه، برضو اعمل له شقه فوق. طب تقول لي ما قدرتش اعمل له شقه فوق، اقول له اقسم البيت اسمين واعمل حيطه. شو تصور قد ايه؟ اللي بيها لو ان علشان خاطر اللي يوصل من هنا يوصل من هنا، ما يوصلش من جوه البيت لازم يطلع من بره الشارع، يبقى له بيت مستقل عن ايه؟ عن وباب مستقل عن هذا الباب، وحياه مستقل عن هذه الايه؟ الحياه. ليه؟ هتسالوني سؤال وتقولوا لي ليه؟ اقول لكم ليه؟ لان لما الرجل يبدا حياته مع زوجته هما الاثنين لوحدهم يقدروا يفهموا بعض ويقدروا يعيشوا وينسجموا في حياة الوحدة والشركة.
إنما تتصور إنه هيبدأ حياته وكل شوية تيجي الأوامر من فوق. يا واد نعم ما تفسحش براتك كتير يا واد، خليك شديد عليها، اديها على دماغك علشان أصل ده أوامر بتنزل من فوق. لا وبعدين هو إذا كان شخصيته ضعيفة ياخد الأوامر وينزل وينفذ بسرعة وآخر لخبطة يتلخبط صدقوني يا أولاد. وبعدين مرة تانية تقول له إيه هذه التي قالت له اديها على دماغها، تجي له في يوم من التاني وتقول له يا ابني مش حرام عليك دي بنت يتيمة وقاعدة معاه، ومن الواد يقول أعوذ بالله أنا مش فاهم الناس دول إيه، مرة يقولوا كده ومرة يقولوا كده. لا يتركون الإنسان يستطيع مع زوجته أن يصنع وحدة واحدة. أما الرب فقد علمنا أن سر الزيجة هدفه هو الوحدة. اتركوا أولادكم يعيشون مع زوجاتهم في الحب في المحبة ليعيشوا في وحدة المحبة. إن الله يقصد هذا من سر الزيجة، إنه لا يقصد إطلاقا أن الزيجة هي فقط للإنسان ولا للأولاد. صدقوني ما الهدف من المرأة إنها تخلف للرجل العيال بس، وإلا لو كان هدف المرأة أنها تنجب للرجل أولادا لكان في الكتاب المقدس تصريح بأن المرأة العاقر تعمل إيه؟ تطلق. إنما الكتاب المقدس لم يصرح للمرأة العاقر إنها إيه؟ تطلق، بل على العكس سمعنا في الكتاب المقدس عن زوجات كانت عواقر ومع ذلك الرب باركهن مثل سارة ومثل حنة ومثل كثير جدا باركهم الرب، وإليصابات زوجة زكريا عاقر. في العهد القديم كان في عار شوية عليها، عارفين ليه كان في العهد القديم في عار؟ علشان كان كل زوج ست كانت متوقعة إن المسيح هيجي منين؟ من جسدها، كانت متصورة إنها هي العذراء مريم، فلما كان يتقال عليها إنها عاقر يبقى معناها المسيح مش جاي منها ولا من نسلها، فكانت بتكسف من كده. ولكن لما جاء المسيح من الجسد بالجسد من مريم العذراء أصبح العاقر زي اللي مخلفه. بل أنا أقول لكم أحياناً المرأة العاقر اللي ما عندهاش عيال وتمسك ولاد الناس وتخدمهم يبقوا إيه؟ تبقى أكثر فايدة للكنيسة من اللي جايبالنا 8 و10 ومش عارفة تربيهم ورمياهم على المطرانية وكل شوية تجرجرهم وتقول لي أكل لنا العيال دول. طب يا ستي لما أنتوا عارفين أنكم مش قد كده تجيبوا العيال ليه؟ أمر ربنا يا ستي، ربنا ما قالش كده. تقول لي لا هو ربنا وكلام وعدم فهم للزواج، ولكن الإنسان الروحي يفهم سر الزيجة. أما الزواج هو أن الرجل والمرأة يصنعان وحدة المحبة وحدة الشركة. بارك الله العالم وبارك الله آدم في خلقته، وبارك الله اليوم السابع، بارك له الراحة. وأنا أحب برضو أقف شوية عند الناحية دي وأعطيها القيمة الروحية والقيمة النفسية. الإنسان الشقي اللي قاعد في ملاوي عمال يشتغل ليل ونهار كل يوم يصبح الصبح أول نهار غيب الليل في الدوام، وتسأله وتقول له عندكش يوم أجازة يا مقدس؟ يقول لك فين الأجازة؟ إحنا قادرين ناخد أجازة. ما عندكش يوم راحة؟ ما عندوش يوم راحة. عارفين ده بيحصل له إيه؟ بيحصل له حاجتين اتنين، حاجة روحية وحاجة نفسية. حاجة روحية إنه يفقد سلامه ويفقد صلاته، عارفش إيه؟ ما بتجيش ليه يا مقدس الكنيسة؟ أصل بشتغل يوم الجمعة وبشتغل يوم الحد، ما دام بيشتغل الجمعة والحد هيجي الكنيسة إزاي؟ ما يجيش الكنيسة. يفقد صلاته، يفقد روحياته، يفقد خلاص نفسه. طب وهتستفيد ايه من القرشين اللي بتجمعهم؟ مسكين يجري 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 على القرشين اللي بيجيبهم ويروح مطروش وواقع كده هو ورايح يعمل ايه؟ ضاع. الله يرحمه،
لأنه شقي ولم يعرف أن يعطي لنفسه راحة. عشان كده في حياة أولاد الله لازم يوم الراحة، يوم الاعتكاف، تعتكف ولا تقابل. أنا عامل يوم الثلاثة يوم اعتكاف، مهما جه الصبح عندي أي حد، الأخ اللي قاعد تحت يقول لهم ما بيقابلش حد إلا في حالات الضرورة القصوى، علشان خاطر أقدر أواصل، عشان أقدر أروق، عشان أقدر أقرأ وأتعزى، عشان أقدر أفيد الشعب بتاعي، عشان أقدر أستريح، عشان أقدر أدي، علشان أقدر أروق لنفسي وأشوف أخطائي. لا بد أن يكون هناك ربوة عالية أقف عليها، أبص الموقع وأشوف بنعمل إيه، ماشيين إزاي، استرح. ده الدولة عاملة نظام إن كل واحد فتح دكانه في مصر، الكلام ده معرفش إنك ملاه ولا لازم يكتب كده على الدكانة يوم كذا هو يوم العطلة بتاعه. شوفوا إذا كان الله عمل كده والدولة بتعمل كده، إحنا ما بنرحمش نفسنا. دي الناحية الروحية، والناحية العصبية والنفسية، إن الشخص اللي بيشتغل 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 وما بيستريحش، تبص تلقاه المكنة بتاعته بيجرى لها إيه؟ بتبوظ بسرعة. زي المكنة اللي بتشغلها بتشغلها وبعدين ما بتدهاش إيه؟ فرصة راحة. لقد بارك الله العالم وبارك الإنسان وبارك اليوم السابع. لما بارك الإنسان قال له إيه؟ خلي بالك هو بيكلم آدم، بيقول أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا عليها. ده بيكلم مين؟ طب وبيقولوا ليه بالجمع؟ فهمتوا دلوقتي ليه؟ لأنه رأى فيه مين؟ حواء، وبالتالي رأى فيه مين؟ أولاده والنسل وكل حاجة دي. يبقى إذن عندما الله يكلم الإنسان بيكلمه في صفة الشركة وليس في صفة الإنفرادية. الجملة دي مهمة من جهة الفلسفة المسيحية، أن المسيحي لا يعرف الإنفرادية بل يعرف حياة الشركة. عشان كده تلقوا الشخص الروحي، الشخص الروحي ما يعيش النفس يا أولادي، ما يعيش النفس. الشخص الجسدي يتكلم عن نفسه يقول أنا، أنا لوحدي، أنا، أنا اللي عملت دي وما عملتش دي، أنا اللي عملت دي. الشخص الروحي يقول إحنا، شوف إزاي إحنا، ما يرضاش مع نفسه لوحده، يحب المجموعة كلها، يحب المجموعة كلها. يعني إذا كنت أنت في البيت يبقى مراتك وأولادك لازم يبقوا في قلبك، مش تيجي تقول لها أنا اللي بشقى، طب مراتك بتشقى وعيالك بيشقى. إنما عارف بقى الفرق بين دي وبين دي، إن إحنا تقول إيه؟ كلنا بنتعب، ولكن الله يعطينا أجرة التعب دي بركة كبيرة. بل على العكس، ما تذكرش تعبك أنت وتذكر تعب الآخرين، تقول يا سلام على المدام الله يسترها بتتعب معايا أكتر. أدي الجو الروحي. صدقوني أنا أعرف الإنسان روحي من جسدي من الحكاية دي، لما أحطه في وسط جماعة وأشوفه، إن كان بيكرم الجماعة عن نفسه أعرف إنه روحي، إن كان هو بيبص لذاته بس وما يحبش يشتغل مع الجماعة أعرف أنه إنسان جسدي. معيار، لأنه في خلقة الإنسان هذه، هي أن الإنسان خلق ليعيش حياة الشركة. قال له اخضعوها تسلطوا عليها، وهو يكلم واحد اسمه آدم. لذلك عندما صنع الرب الفصح قال أصنع الفصح مع تلاميذي، ما عملش الفصح لوحده. وهكذا الكنيسة في القداس الإلهي، لو البطرك أو الأسقف عاوز يعمل قداس لا يمكن أن يصنعه لوحده، لازم على الأقل مع اثنين، على الأقل واحد يبقى شماس وواحد يبقى إيه؟ شعب، يمثل صوت الشعب. الشماس يقول صلوا، والشعب يقول يا رب إيه؟ يا رب. لو ما عندوش الاثنين دول ما يقدرش يعمل القداس، حتى لو كان البطرك بتاع الكنيسة. لأن الكنيسة تؤمن بالجماعية وتؤمن بالشركة والوحدة، وكلما كانت المجموعة متآلفة يبقى الناس بتوعها روحيين، ولو هم متقسمين ومتزعزعين ومتخانقين جسديين ترابيين. بولس الرسول يكتب لأهل كورنثوس ويقول لهم سمعت أن بينكم انشقاقات، أنتم جسديون، ويبعث إلى كنيسة فيلبي على كنيسة الوحدة والمحبة
يقول لهم قبلت منكم عطاياكم رائحة بخور زكية أمام الله، لأنهم كنيسة فيها وحدة المحبة. وكتب إلى أفسس يقول لهم أطلب إليكم أن تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا وقلبا واحدا. هذه هي الكنيسة يا أولادي، وهذه هي معيارها. فإن كنت ببيتك مع مراتك وأولادك بتحبوا بعض فأنتم كنيسة، وأنتم كنيسة تفرح قلب الله. وإن كنتم في الجمعية مع بعض، مجلس الجمعية حلو مع بعض، أنتم بتوع ربنا. وإن كنتم في الكنيسة ليكم نشاطكم كخورس الشمامسة ومع بعض في وحدة فأنتم كنيسة. وإن كنتم في لجان الكنائس في وحدة محبة فأنتم كنيسة. وإن كنتم على مجمع المقدس في وحدة المحبة فأنتم كنيسة. من قمة الكنيسة إلى أصغرها لا تقاس الكنيسة إلا بوحدانية القلب التي للمحبة. في قلب آدم ما خلقه قال له هذا كلامك.